كي اللي كيحشاقرك ما كيعطيك الشوقش، كي يقول لك سير راه موكش بها كنينيكس، كون كنتي راجل كون راك خدام شي خدمه من غير كنينيكس. نخدم حتى كنخدم ونضرب شماره وكنفرح، كنقول صافي هما فليسات جمعوا ليا غنمشي نعاون الام ديالي واخا غير باش تخلص الكرق، وفي الاخر ما كيخلصنيش. تخيلي معايا الام ديالي خاصها تنوض الصباح وتعمر واحد البريري تشرب شي سيك وتخرج من الصباح ما كتجي حتى المورا العشاء. تخيلي معايا واحد المره والله القاسم غادي عند السيكيريتي هو اللي كيشد السيفيات، والله تحت قرني ما حملنيش نحط السيفي ديالي. مشاهدي الكرام، مشاهدين قناة أشواق عتيفي، مرحبا بكم دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. اليوم عندنا واحد الحالة إنسانية، الأخ صلاح الدين، أنا نقول ولدي صلاح الدين لأنه باقي صغير في لاج، الله عنده 18 عام وبعد شهورة. صلاح الدين اليوم تنقل عندنا المدينة ديال الدار البيضاء، جا من بوزنيقة عفوا، جا عندنا بلوتو ستوب، يعني غير طلب المركوب باش يجي، وجا عندنا وعيط لينا في التليفون، حنا لبينا النداء باش نصوروا معاه. اخ صلاح الدين انا غادي نبسط لكم واحد شويه الحاله ديالو، غنحاول نشرح لكم. هو الوحيد ديال الام والاب ديالو، الاب ديالو تخلى عليه ملي كان صغير ودائما كيف كنعرفوه هذه ماشي شي حاجه جديده، الام هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال الابناء دائما، حيت الام هي ما عرفتش علاش راه كاين الام وكاين الاب، ولكن الام هي دائما اللي كتهز المسؤوليه، دائما الام هي اللي غادي تبقى شاده الدراري، دائما الام اللي ما غتاخذيش تاخذ الحضانه ولكن ما غاديش تاخذ الفلوس ديال الحضانه، دائما الام هي اللي خاصها تطيح وتنزل وتموت وتوقف على قبل وليداتها. الحمد لله ما لاحتش الدري، حيت كنعرفوا بزاف الامهات او اشبه الامهات كيلوحوا وليداتهم الخيريات، وهذا هي اليوم ما لاحتوش شداته حتى وصل لهذا لاج. هذا هي اليوم الام ديالو كتبيع كلينكس باش تقدر توفر ليه القوت اليومي. من كيف شرح لي صلاح الدين في الكواليس انه ربما الى جمعوا غير 20 درهم كيفرحوا، ياكل غير خبز واتاي، كيقول لك كنقلبوا غير باش ما نموتوش بالجوع، ماشي باش نديروا لاباس ولا باش، ولا كيقلب على شي رفاهيه غير باش يسد الظمأ ديال الجوع والعطش. بلا ما نهضروا على الحاله كيفاش كيعيشوا وفين ساكنين، انا كيف شفت في لي فيديو وشفت التصاور ديال الدار ديالهم، ساكنين كارين كوزينة، هذيك الكوزينة كيطيبوا فيها وتياكلوا فيها وتشربوا فيها وكيديروا فيها كلشي، هذه الكوزينة هذه. انا ملي تكلمت مع الاخ صلاح الدين قال لي ما يمكنش نجيو نصوروا عندهم في الدار، لان مولة الدار دائما نفس المشكل، كيكونوا كاريين بلا روسو لاسباب او لاخرى، تهرب الضريبي وبزاف الاسباب اخرى. فقالت لي ممنوع اي كاميرامان او اي كاميرا تدخل، رغم انهم كيكريو وكيخلصوا الكرا ديالهم والمستحقات كل شهر. اخ صلاح الدين، عاود الناس قربهم على الحاله الاجتماعيه ديالك وخلينا نشدوا ليك. الحاله كنعيشوا ظروف، الام ديالي كتبيع غير كنينيكس، واش انا كنخرج نبيع كنينيكس؟ بنادم كيحشاقرني، كي اللي كيحشاقرك ما كيعطيكش الشوقش، كي يقول لك سير راه امك تبيع كنينيكس، كون كنتي راجل كون راك خدام شي خدمه من غير كنينيكس. انت كرهتي لقيتي خدمه وما خدمتيش؟ فرخت دفعنا السيفيات ما خلينا والو، الاغلبيه كاين اللي كيخدمك كيجيب لك مثلا نهار الخلاص ما كيخلصكش، كينصب عليك استغلال. بحال ضربتي تمارة شهر كامل في الاخر ما تخلصش. شحال من واحد استغني، نخدم حتى كنخدم ونضرب شمارة وكنفرح، كنقول صافي هما فليسات جمعوا ليا غنمشي نعاون الام ديالي واخا غير باش تخلص الكرق، وفي الاخر ما كيخلصنيش. هادشي علاش؟ حيت عارفين ما عندكش الاب ديالك، ربما ما عندكش، انت باقي صغير، عندك غير الام ديالك وكبيره في لاج، ما كاينش اللي غادي يدوي ياك. ورا اختي راه عايش غير انا وياك، شحال من واحد كيحتقرني، هي حاليا مره كبيره في اللاج وكترت تسير ما تجيب كنينيكس، كتبقى غادي جايه في الطريق واش تمد لهذا ولا هذا تبيع ليه، كاين اللي كيحتقر. دابا اقسم لك بالله الصبع الثالث ديال رجله ولا من فوق من طنجل مسكينه بهذا كترت تسير جي، وشحال من واحد كيحتقرها.
علاش انت ما تخرجش تبيع كلينكس والعواد ديال الام ديالك؟ اختي شكون نقول لك كنخرج كنبيع كيبدا بنادم يحتقرني كيعايرني بهذيك الكلمه كنمشي والله القاسم شحال من مره كيشريوش من عندك وكاين اللي كيقدر لك الظروف كاين اللي كيبغي يساعدك وكاين شي نوع اللي كيحتقرك هذاك اللي كتصيبيه لاباس على وادي هو اللي كيحتقرك وداك الدرويش اللي بحالك هو اللي كيعاونك باش ما قسم الله كيقول لك ربما الدرويش هو اللي غيحس بيك اكثر وغادي حتى الدرويش كيكون واقع ليه داكشي اللي كيكون مجرب فهمتيني كيقول اللهم نقسم الصبر الله يحسن العوانه كيقول انا زدت من هاد المشاكل وفاش كتشي عند واحد لابس عليك يحتقرك كاع ما كيعطيكش الشوقش والو قلتي لي خصها لحد نتايا بغيتي دير تكوين بغيتي تمشي ولكن الام ديالك ما قدرتش حتى على دوك الرسوم ديال او المستحقات اللي خصها تخلص في الاول ديال العام ديال لاسورونس وما جا وراه ياك اختي وراه ما المصاريف ديال الكره الاكل بزاف د الحوايج كاريين كوزينه صغيره وتعذبنا في الكره تعذبنا ديال بصح تخيلي معايا الام ديالي خاصها تنوض الصباح وتعمر واحد البريري تشرب شي سيك وتخرج من الصباح ما كتجي حتى المورا العشاء وعاد كتجي كتدخل شحال غتجيب معاها كاع و 500-600 ألف ريال لا كثرت كيفاش كدوزوا العيد الكبير كيفاش كدوزوا الاعياد واحد نيت فكرتيني واحد العيد الكبير والله القاسم ما نكذب عليك الا تخيلي معايا كنجلس قدام الباب وبنادم كنشوف فيه مدخل العيد وكنشوف انا كنشوف بنادم وعيني كيبداو جايين بالدموع كنبدا نبكي كنوض انا كنهز كنيني كنمشي كنبغي نبيع كنبغي نبيع بنادم كيحتقرني علاش غادي يحتقرك علاش تبغى تجي تخدم على راسك انت ما كرهتيش كيف ما قلتي لي دقيتي الباب ديال السناك ديال بزاف القهاوي يخدمك شهر في الاخر ديال الشهر يقول لك سير في حالاتك وما غنخلصكش هذا استغلال هذا موضوع اخر خليه ابا خلينا ملي كتخرج تبيع كلينكس المهم تهزت النمره ديال واحد المغني كيقولوا لي سعد خريبكي ان شاء الله يكون خير خويا ولدي صلاح ان شاء الله شوف مغاربه راه حنان مغاربه القلب الكبير الحمد لله صورنا مع بزاف د الحالات وكاينين محسنين اللي تجاوبوا مع دوك الحالات وان شاء الله حتى انت والام ديالك تكونوا من هاد الناس وتعاود تعيط ليا وتفرحني وتقول لي راه كاين واحد المحسن او واحد المحسنه تعاونوا معايا وربما واخا غير تلقاو شي دار فين تستروا او ربما شي خدمه قاره حيت اليوم كيف فهمت منك انت ما كتطلبش انت اليوم باغي تخدم باغي الدمار كنقولوا عندي الصحه باغي ندمر ما نخدمو علاش لا العم ديالي انا ملي كنشوف كتبيع كنينك في بنادم كيحتقر قلبي كيتزير عليا سورتو الام كتشوف امك كتموت الصباح كتضرب العذاب هذا واحد كيحتقر فيها راه سيده في 1963 شكون عاد تقريبا شي 64 عام وما بقاتش قاده على الخدمه عياد ديال بصح بالذات كنت ملي كنتي الحيمه صغير تخلى عليك الاب ديالك راه قالت لي ملي كنت صغير تغطيت بك بالميكا في الزنقه مسكينه قالت لي مشيت لمدينه بوزنيقه قالت لي كانت كوميساريه وحده قالت لي كنت كنباش حداهم الشا كتصب وانا مغطياك بالميكا مدور عليك الحزام باش ما يدوكش ليا الشفاره يعني قاسات عانات باتت في الزنقه المهم حماتك الحمد لله خصك تكون فخور بالام ديالك ولدي صالح خصك تكون فخور بها شوف الظروف احنا كنا فقراء احنا اليوم قولي المعاناه ديالك كيفاش كدوز النهار اختي النهار نجيك صريح كنت نوض صباح خاصني نمشي ندفع سيفي هنا ندفع هنا جري هنا وكاين اللي كيحتقرك تخيلي معايا واحد المره والله القاسم غادي عند السيكيريتي هو اللي كيشد السيفيات والله تحتقرني ما حملنيش نحط السيفي ديالي وعندي لاكارت عندي قلت لها عندي لاكارت والله القاسم الا احتقرني بالله ونحلف عليه الا السيفي موحاش حطو كاع انا بغيت نوجه واحد النداء بصح بزاف الناس كيقولوا لي عفاكم انا كنوجه نداء لهاد لي زاجون سيكوريتي اللي كيكونوا واقفين في الباب وكيجيو شباب ما عندك ما غادي تخسر غتاخذ السيفي وغتقول لي بسم الله وغتحط داك السيفي وغدير خدمتك وما جاتو الفرصه وهذاك ما جاتوش الفرصه المهم الانسان كل واحد يحاول يعاون بطريقته يعني ما غادي تخسر والو الا خديتي السيفي من عند هذا الانسان وحطيتيه ليه وبدون ما نشوفوا واحد النظره دونيه حيت حنا كلنا بحال واللي ما عنده القليل عنده الكثير اختي راه شنو نقول لك راه ربي اللي حاس بينا
الحمد لله كاين الله. كاين الله، الله كبير. هو كان طالبه من المحسنين على شي عمل والسكن، هادشي اللي كاين اشكر فاسنا اختي بزاف والله القاسم. واللي يقول زعما انا كنكذب ولا شي حاجه، النمره ويدير معايا ابيل فيديو ونوريه شنو كنعيش. حنا عارفينك صلاح، ما كاينش اللي غادي يبغي يخرج وغادي يشوه نفسه على والو. حنا عارفينك، طلعنا على الدار ديالك وعارفينك انت الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. حتى الانسان اللي عجبتيني قلتي لي انا ما باغيش نطلب وما باغيش ندير فيديو باش نستعطف قلوب الناس، انا بغيتهم يعطوني خدمه، بغيت انا نخدم، بغيت يعاونوني باش انا نعتمد على نفسي. حيت بصح اليوم غيعطيوك الناس وغدا وبعدو راه ما يمكنش الدوام. بنادم شحال قدو بقى يهزك، بنادم يهزك اليوم غدا والغد اللي غايقولها لك في وجهك غايقول لك خويا راه عايش راه هذا لا. واش حنا راه بنادم الله يحسن العوان كل واحد راه باغي ترد شويه لميمتك. ما كرهناش اختي حنايا نخدموا، باش انا ملي كنت كنقرا في الصغر ديالي والله القاسم حتى انا كنت كنقول انا كنت انا شوف فوتوغرافي انا كنصور ولا شي صحه حتى حاجه ما بعيده، كل شيء قريب عند الله ان شاء الله. وما كرهناش من محسنين يشعاونوا معنا بشي خدمه، هادشي اللي كاين ولا الساكن اللي كاين. انا ما باغي لا فلوس لا والو، انا باغي الساكن انا وامي فين نستقر ونعيشو ونمشي نخدم على الله يجعل. ملي كيكون عندك الساكن كيكون خاطرك والساكن بعدا فشي ساكن لائق ماشي كوزينه وكدير فيها كل شيء. وما كنظن الرساله ديال ولدي صلاح، غنقول ليه ولدي صلاح واضحه بزاف. انا كنطلب منكم خوتي المغاربه تعاونوا مع صلاح، تعاونوا مع الام ديالو. اليوم هو كيناشدكم وكيطلب منكم صراحه، كيطلب العمل، قال لك الحلم ديالو يكون حتى هو فوتوغراف علاش لا، ولا لا كاميرامان. ماشي بعيد، ماشي بعيد الا لقى اللي عاونوه اللي غادي تعاونو راه يخدم ويدفع اللايف بي بي تي ودير تكوين ان شاء الله ودير لي كور دي سوار وتوصل. حيت انت باقي صغير، باقي الحياه كلها قدامك. كنتمنى انكم تفعلوا مع هذا الفيديو ولو بالبارتاج، كنتمنى انكم تمدوا لي ايد المساعده من قريب ولا بعيد، وكنتمنى من المغاربه كاملين كيف ما عودتونا القلب الحنين انكم تعاونوا مع صلاح والام ديالو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزة بوقنادل، لنا الصورة ولكم التعليق، وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.